السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة، وعدكم رقم بالأسفل بصفو إشارة الواتساب، إذا ما قدرت تحصلنا لأي سبب إن كان تقدر تدزلنا رسالة على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب للبرنامج، نقرأها بالدقائق الأخيرة وتعطونا آراءكم بالمواضيع اللي إحنا راح نطرحها أو باللي عدكم من مواضيع تردون طرحوها على برنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم بأول ملف من ملفاتنا، واللي هو ملف المحاضرين المجانين وتظاهراتهم المستمرة وقمع القوات الأمنية لهم. جدد عدد من المحاضرين المجانين تظاهراتهم أمام مبنى وزارة المالية بغداد، يطالبون بها أن يتم تصرف مستحقاتهم المالية وكذلك أن يتم تثبيتهم على ملاك الدائن، وأكدوا تمسكهم التام بهذه المطالب إلى أن تتحقق. صور متداولة أظهرت حجم المشاركة الحاشدة للمتظاهرين بعد تخلف الحكومة وعدم الإيفاء بتعهداتها بتثبيتهم على ملاك الدائم وصرف مستحقاتهم بجلسة مجلس الوزراء اللي صارت البارحة. مشاهدينا الكرام، تظاهرات المحاضرين المجانين أمام وزارة المالية نشوفها هسه. كالعادة فرقت القوات الحكومية هاي التظاهرات بالقوة. استخدام القوة المفرطة مع المحاضرين المجانين أدى إلى إصابة عدد من المحاضرين بجروح متفاوتة بمشهد صار يتكرر ويا أي شريحة من شرائح المجتمع العراقي اللي تطالب بحقها، وبمنهج صار هو المتبع من قبل كل الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق من الاحتلال البغيض لبلدنا إلى حد هاي اللحظة. خلونا نشوف. أريد أوجه رسالة قبل ما أقرأ التعليقات إلى أفراد القوات الأمنية. حبيب قلبي، هذا محاضر مجاني، هذا يعني درس بمدرسة بثانوية بمتوسطة من مدارس العراق، دي درس ببلاش، دي درس ابنك وابني وابن أخوك وابن قرايبك وابن أي واحد من أفراد القوات الأمنية أو اللي يشتغل بالحكومة أو أي شخص. هذا الشخص ما جاي دي يتعدى عليك، هذا الشخص ما جاي دي يقول لك الطيني منه، هذا الشخص ما دا يغلط عليك، هذا الشخص دا يطلب حقه، دا يقول لك أنا دا أشتغل ببلاش. أريد أسألك سؤال، أنت اللي قاعد تضرب وتقمع تقبل تشتغل ببلاش؟ إذا تقبل تشتغل ببلاش أتمنى سجلونا فيديو، وأكو نافذة اسمها أنت ترى، دزونا دا نشوف كم واحد بيكم يقبل يشتغل ببلاش، وش قد المدة اللي تقبلون تشتغلون بها ببلاش. إذا أنتوا تقبلون تشتغلون ببلاش قبلوها عليهم.
نقرا لكم بعض التعليقات اللي اختاريناها لكم من حلقه من منصات الفيسبوك او منصه فيسبوك حول هذا الموضوع. عباس الغزي يقول: ليش تضربه؟ شنو جريمته؟ لاني اريد لقمه عيش، انت اسمك ما تعرف تكتبه، وهو خريج جامعه، حسبنا الله ونعم الوكيل. ماجد يقول: الله لا يوفقك يا طيف سامي، بحق محمد وآل محمد 18,000 عائلة برقبتك 2020. جود الطائي: حسبنا الله ونعم الوكيل بكل شخص يعرقل أرزاقنا، محاضرين 2020 والله ينتقم منا شر انتقام، الميسهل أمرنا ويساندنا بأخذ حقوقنا المسلوبة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وآخر تعليق من أم محمد تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، كسر بيدك اللي قاعد تضرب معلم ينهان على مود راتب، الله ياخذ حقنا منكم. كانت هاي تعليقات الناس حول قضية المحاضرين المجانيين وقمع القوات الأمنية للمحاضرين المجانيين. وعدنا اتصال عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ والله مع كل الأسف يعني هذا المنظر يدمع العين. يعني بلد غني مثل العراق، أبناء يعني يطلعون مظاهرات على مود التعيين. نعم. نعرف على كل زين يعني اليوم التعيين بالدوائر الرسمية الحكومية يعني معدلاته كلش هواية قياسا ويا الدول العربية بالعراق، لأنه أنت تعرف عندنا ذول الفضائيين وببركة الأعذار اللي عموا على الناس اللي فعلا هي تستحق أن تتعين. أستاذ أفل، اليوم صار في الموقف صراحة يعني أريد أحكي إليك. اليوم الصبح طلعت يعني من البيت وإذا شفت لك يعني بالمشاريع أهازيج وأبواق والسيارات، فلما سألت يا بشينو هالبهرجة هذه، قال والله دول العقود مع البلدية يعني راحوا عينوهم. صراحة أنا فرحت أستاذ أفل بهذا الخبر، لكنه يا أستاذ أفل اللي حس بنفسي هذا عامل البلدية اللي هو راتبه 150,000 واليوم فرحان لأنه راح يتعين. واللي هو هذا العامل البلدية اللي ينظف الشارع واللي يشيل السبل راتبه 150,000، وشوف البرلماني اللي راتبه 50 مليون، شوف القياس وشوف الانصاف والعداله بهذا البلد. يعني انسان يكافح من يعني ويقدم خدمه للبلد راتبه 150، والبرلماني او رئيس الحكومه او رئيس الجمهوريه الرواتب مالتهم يعني تعادل هذا الراتب 300 مره او اكثر. اكو سؤال اهم استاذ عبد الرزاق. هذه لما اكو سؤال اهم. يعني حضرتك تقول انا شفت بالشارع اهازيج وفرحه وناس فرحانه تسمعوا خبر انه ذول الموظفين التابعين الى البلديه في محافظه بابل راح يتم تعيينهم على الملاك الدائم. السؤال اللي ينطرح: صدق راح يتعينون لو ابره بنج؟ هو هذا اللي يحزنني. يعني احنا هذه الحكومه يعني بس يعني وعود وعودها كاذبة. فالمشكلة هو هذا اللي صار ببالي، قلت منو يعني اللي راح يصدق بينه ذولا راح يتعينون؟ يعني ذولا مجرد خبر سمعوا وشفت الفرحة مالته، فمن يقول الخبر راح يتحقق؟ لأنه هذه الحكومات يا صدفة للأسف الشديد يعني حكومات كاذبة بوعودها، كاذبة بكل أقوالها ويا الشعب. احنا نعم. نعرف كل زين الثقة معدومة بينها وبين الشعب، لأنه هم ذولا ضميرهم نعم. شكرا لك أخ عبد الرزاق، انقطع الاتصال وياك. مشاهدينا الكرام، الأخ عبد الرزاق قال كلمة، قال العراق الغني. نعم، العراق كبلد يعتبر من أغنى البلدان العربية. العراق كبلد بالمنطقة يعتبر من أغنى البلدان، أغنى البلدان بخيراته، أغنى البلدان بالموجود على أرضه، أغنى البلدان بالنفط اللي يسبح عليه، أغنى البلدان في كل شيء. لكن أرد أقول شغلة للوطن العربي لازم يعرفها، اللي ما يعرفها لحد الآن: الشعب العراقي عايش في بلد هو من أغنى البلدان لكن هو من أفقر الشعوب. واللي دشوفوه يوميا برنامج صوتكم هذا نقطة من بحر باللي دا يصير بالعراق. نعبر قضية المحاضرين المجانيين نروح إلى قضية متعبة، اللي هي
فشل الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق من 2003 لحد هاي اللحظة أنه تفرض سلطة القانون، أنه تفرض هيبة الدولة، أنه تفرض أكو شيء اسمه قانون يحترم المواطن. اهتمت محاصصة طائفية حزبية، كراسي، مناصب، هذا اللي اهتمت به أكثر من أن تهتم بهيبة الدولة، إلى أن غابت نهائياً. هذا الشيء أدى إلى انفلات الأمور بشكل مو طبيعي، وتسبب ببروز ظواهر لصوصية عشائرية، ظواهر دخيلة على المجتمع العراقي، هددت السلم المجتمعي وشجعت على تأسيس ميليشيات. هاي الحكومات ببغداد عجزت أن تسيطر على النزاعات العشائرية اللي صارت تدار من قبل الميليشيات وضمن أجندة حتى يسيطرون بها على المناطق بغياب القانون وشيوع ممارسات تمثل مستوى متقدم من التهديد من دون وجود ضوابط رادعة مثل هاي الجرائم. مدينة الصدر وحدة من هاي المدن اللي بيها مشاكل كبيرة، خصوصا بقضية ظاهرة النزاعات العشائرية، على الرغم من تعهد وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري بالقضاء على الظاهرة. وخلونا نشوف جانب من واحدة من النزاعات العشائرية اللي مشتعلة بوضح النهار أمام أنظار القوات الحكومية دون رادع أو هيبة للدولة أو للقانون الغايب بشكل تام عن أي مظهر من مظاهر الحياة بالعراق. خلونا نشوف. ما أدري سمعتوا لو ما سمعتوا، بلحظة دخول السيارة التابعة للقوات الأمنية أو للجيش أو أي جهة، مواطن قال له طب طب بس دير بالك لا تنضرب. شوف نفسيته إلى أي درجة، خايف عليه، خايف عليه لا ينضرب، بينما لما يصير تظاهر المحاضرين هذا نفسه اللي خايف عليه المواطن هو اللي يجي يضربه. لكن هاي الرسالة أكو بها بعد آخر، إلى أي درجة لعد هيبة القانون وهيبة الدولة وهيبة اللباس العسكري أو هيبة اللباس الرسمي أو هيبة السيارات التابعة للقوات الأمنية واقعة وصايرة بالحضيض لدرجة يقول لك طب بس دير بالك لا تنضرب، لأنه عارف كل زين اللي قاعد دا يضرب جوه بالنزاع العشائر اللي صاير بيناتهم ما راح يهتم لهذا. من بغداد نروح إلى ميثان. مصدر أمني بالمحافظة يقول اليوم الأربعاء انقتل 8 أشخاص بنزاع عشائري طاحن شرق المدينة. وقال هذا المصدر أنه أكو نزاع عشائري وصفه بالنزاع الطاحن صاير بين عشيرتين بمنطقة الخمس بناحية السلام شرق محافظة ميثان، أدى إلى مقتل 6 وإصابة 2 آخرين، ورما نصبوا أفراد وحدة من العشيرتين بالمحافظة كمين محكم لنظرائهم بالعشيرة الثانية، وبيّن أنه السبب خلاف يعود الثار قديم بين الطرفين. خلونا نشوف جانب من هالنزاع اللي استمر حتى ساعات الفجر الأولى قبل أن نستعرض التعليقات. لا تكن محمد.
اخوان سؤال، متاكدين هذا نزاع بين عشيرتين؟ هاي ايش يضربون؟ انا هاي الصوره تذكرني بالحرب مال الاحتلال. السلاح اللي لازم بيديهم مو سلاح خفيف، بس العتب هنا على اليمن. احنا لازم نسال هذا السؤال، عتب بانتشار هاي النزاعات العشائريه اللي تصير بين فتره واخرى. اكو ثمانيه بين قتيل وجريح، ذولا شنو ذنبهم؟ والسؤال الثاني، كمين محكم لوحده من العشائر لافراد عشيره ثانيه؟ من وزير الدفاع مالتهم؟ خلي يجيبوه يخلوا وزير الدفاع بلكي يسوي كماين محكمه ويخلصنا من الفعاليات الارهابيه اللي تصير بين فتره واخرى والتفجيرات اللي تصير بين مكان ومكان. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت، اول تعليق اختارناه لكم من فيسبوك محمد حسين، لا والمشكله نريد الحكومه تاخذ السلاح من الميليشيات وهي على العشائر مو قادره. بهاء ابراهيم، للاسف شوفوا لوين وصل بينا الحال، صارت ناس تقتل ناس والوضع خرج عن السيطره والحكومه واقفه تتفرج. هو هذا عراق المستقبل، بالخير عليكم. ام حنين، الله ينتقم من كل واحد ما يخاف من الله ويكون السبب بقتل هالنفس البريئه. ومصطفى الطائي يقول يلا الدوله خل تدخل بهيج سوالف لو قادره بس على الفقير وتطبق عليه القوانين. هذه كانت تعليقات حول قضية النزاعات العشائرية للدولة، مع الأسف أو ما تسمى بدولة أو ما تسمى بحكومة ما قادرة السيطرة عليها أو تفرض هيبتها بأنه هي فعلا دولة. محمد من أمريكا، حياك الله. ألو، السلام عليكم أستاذ أسد، أحيي قناة الرافدين البطلة. حياك الله أخوي أستاذ العزيز. هاي دولة تابعين للأحزاب، عمر أنت نعم تقولون حكومة، وهي حكومة ماكو. كفيلك محمد، الميليشيات مسيطرة على البلد، يا حكومة هي بس ملتهين صاعدين الدولار تهريب المخدرات، يهربوا هسه قاموا يهربوا المخدرات بالرمان والباذنجان. هل هلو يا شعب، والهاي شيوخ العشاير يدعون نفسهم دولة مو عشاير، كفيلك الله دولة ميليشيات تابعين للاحزاب جماعة. شوف يا المن يا بدر يا جماعة هادي العابري والخزعلي، ناس تقتل الناس، ربك هم يسلط حاشا لله. عم سووا بالبلد رحمه الوالدة من 2003 سووا ورده ما زرعوا في الشارع، ورده ما زرعوا، تو قتل وسلب وتهجر. تحياتي للقناه الرافدين، اشكرك استاذ. شكرا 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 لك اخوي العزيز. ننتقل الى قضيه جديده بالعراق، او هي مو جديده، هاي القضيه صار لها تقريبا 19 سنه. ظاهره مواكب المسؤولين. كل مسؤول بالعراق او كل من يعتبر نفسه مسؤول بالعراق هسه عنده موكب. إن كان عنده صفة رسمية أو ما عنده صفة رسمية، بس هو عنده موكب. هذا الموكب لما يطب بشارع ينقطع الطريق، ينسد السايدين، توقف الجسور، توقف السيارات، توقف الناس، لازم الكل يحترم نفسه ويسكت ويوقف بمكانه. ليش؟ لأنه أكو موكب مال واحد من المسؤولين يفوت، تعطيل مصالح المواطنين حتى يسهلون أمر مرور موكب مسؤول. هالسبب شكاوى المواطنين دا تتكرر من تجول السيارات الحديثة والمواكب التابعة بالغالب للميليشيات المتنفذة والأحزاب بدون لوحات تعريفية، إضافة إلى تضليل الزجاج مالتها. الجام جام مضلل، سيارة 4x4 حديثة ما بها رقم، أعرف هاي تابعة لمن. الناس دا تعتبر أنه استثناء هاي العجلات الحديثة من التدقيق والملاحقة الأمنية من قبل دائرة المرور هو تواطؤ مفضوح ويا هاي الجهات، على الرغم من صدور إعلان من قبل وزارة الداخلية ضرورة امتثال المسؤول لإشارات المرور وعدم قطع الطرق. خلوا جواها 1000 خط خلال مرور موكبة، إلا أن المشاهد لتجول مواكب المسؤولين وامتعاض المواطنين بعد إيقافهم الفترات طويلة بعدها متواصلة. منها هالمشهد اللي راح نشوفه وصوره واحد من المواطنين بساحة الحرية ببغداد، اتفرجوا. صار نص ساعه قاطعين الشارع حتى العينتين يفوت، اكثر من نص ساعه والله. بهل كم دقيقه صور او لهل كم ثانيه صورها الاخ المواطن ثبت 14 سياره. ما تقولوا لي هذا منو اللي موكبه ب 14 سياره وهذا جزء من عنده. يقول لك نص ساعة احنا واقفين دا يفوت الاخ، بس قولوا لي منو هذا اللي موكبه هيك؟
أبالكم بس هذا؟ لا، نروح أسفل مجسر الحارثية. أسفل مجسر الحارثية انقطع الطريق به تقريبا 25 دقيقة ببغداد. ليش؟ لأنه أكو موكب الواحد من المسؤولين حتى يفوتوا، وهو مخالفة لتعليمات وزارة الداخلية أنه الموكب لازم يحترم الـ 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 الإشارات المرور وما يقطع الطريق. هذا اللي صوره لنا مواطن، هو قطع السير أسفل مجسر الحارثية لمدة 25 دقيقة. خلونا نشوف. يعني هاي في الحارثية حاصرين العالم على مود الموكب دا يفوت. وين السيد وزير الداخلية؟ هذا كله على مود موكب دا يفوت. بالضبط صار لنا 25 دقيقة على مود هذا الموكب مال المسؤول دا يفوت. قرة عينك يا شعب، قرة عينكم يا حكومة. هاي تفضل، هاي هاي تفضل، هذا الموكب دا يفوت. بالحارثية جوا جسر. إذا البرلمان ب 325، هاي 325 مسؤول، الوزراء تقريبا 25 موكب، هاي 350، رئاسة الجمهورية قولوا بها 10، هاي 360، رؤساء الكتل والأحزاب قولوا فد 800، هاي 1125 1165 عفوا، الميليشيات لا ننساهم قولوا فد 200. على حكي المواطن لا يطلع، عم اشتروا بايسكلات وروحوا مشعار راسي فأحسن لكم. طبعا أنه المسؤول لازم يحترم إشارة المرور وما يقطع الطريق، طبعا هاي بينت أنه هي استعراض إعلامي بس، لأنه حامي الدستور مثل ما نعرف هو رئيس الجمهورية. خلونا نروح للموصل، هاي بالموصل هاي الصورة. رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد زار مدينة الموصل اليوم. اللي صار تسبب قطع الطرق عفوا لمرور موكب رئيس الجمهورية بحالة من الاستياء الشعبي وراء الشلل التام اللي أصاب أغلب شوارع الموصل، حتى حضرة جنابه يشوف والأكثر من ساعتين. خلونا نشوف. شوف رئيس الجمهورية يجي على الموصل قاطعين الشارع يا ديفتار بالموصل، شوف الناس متقشمة. شوف الناس متقشمة، الناس هاي كلها صار لها ساعتين واقفة بالسرة ورا رئيس الجمهورية جاي للموصل، هاي قطع الشوارع ما صار لنا ساعة، حتى المدارس شوف تمشي يمشون لين حضرة الجنابة يفتر بالموصل، والناس متقشمة بالشوارع. والله الحمد لله الجهال يروحون المدارس مشي هم زين، ما وقفوهم مهمين. بس أنا أرد أسأل سؤال، إذا ساعتين واقف الطريق والله شنو حضرة رئيس الجمهورية دا يفتر بمدينة زين؟ اللي تأخر على دوامه هم تقصوه من راتبة؟ اللي عنده مكان لازم يروح يبصم به حتى يحسبوا له ساعات عمل، هذا شي يسوي؟ واللي عنده دوام إذا ما وصل له بوقت المحدد راح يعتبروه غايب، هذا شي يسوي؟ فأني أوجه عناية السادة المسؤولين أنه يخلون سيارة لي قدام تفتر على الناس اللي سادين الشارع عليهم، تطوهم وصولات أكو موكب فلان فات، حتى من يروح للدوام يقولهم والله الموكب مال السيد الفلاني وقفنا وتأخرت عليكم، لأن خطية أرزاق الناس. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت، وأول تعليق اختارنا لكم منصة فيسبوك من حياة تقول على أساس شخصية مرموقة زارت الموصل، لا هلا ولا مرحبا، ما عنده موقع من الأعراب، مجرد صورة وخمط رواتب. بعدين سؤال، هو ليش جل الموصل؟ وإذا تسألوا هو ما يعرف ليش زار الموصل. الإعلامي أبو ذر الطائي، عادي العراقيين قلوبهم كبار لأن تحملوا الأسوأ والأتعس، المهم راحت فخامة الرئيس. مهدي القريش يقول لعنة الله على الحكومة وعلى الأحزاب الفاسدة والعميلة. ومحمود الربيع يقول هاي ما راح نخلص من المواكب والمواطن الفقير شنو ذنبه. كانت هاي تعليقات الناس حول قضية مواكب المسؤولين وقطعها للطرق وشلها حركة المرور لي فترات طويلة من الزمن. ليش؟ لأنه المسؤول ديفوت. أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الكريم، هؤلاء المجموعة الذين أتوا إلى كرسي الحكم لو كانوا مهيئين ولو كانوا رجال دولة لعلموا كيف يحكمون هذا البلد. هؤلاء أتوا من بيئة قذرة
نعم. وصعدوا إلى كرسي الحكم، هم ليسوا رجال دولة، وما صدقوا أنهم صعدوا على الكرسي، فلذلك تراهم قد طغوا. والذي يدعو إلى دولة قانون ودولة ديمقراطية وحضارية عليه أن يطبق القانون على نفسه وعلى رجاله ووزرائه وأعضاء البرلمان أولا، نعم. لكي يختدي بهم الشعب. أما أنهم يطبقون القانون على الفقير والمسؤولون يبقون محصنين لا يعبهون بالقانون، فهذا يسمى سياسة الكيل بمكيالين. يا سيد الكريم، من الغريب أن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ظهر في إحدى اللقطات يلبس ملابس عادية بقميصه وسرواله القصير وحقيبة الظهر على ظهره، وعبر من خطوط العبور حاله كحال باقي المواطنين. هؤلاء هم تربوا على قيادة الدولة، أما هؤلاء فقد كانوا في الأماكن المظلمة، فعندما صعدوا إلى كرسي الحكم تراهم قد طغوا وأفسدوا وفعلوا ما فعلوا. وشكرا للبرنامج. شكرا، شكرا لك أبو سمية. لا، إذا أريد نذكر المسؤولين الأوروبيين، أكو صور عن شخص ركب المترو، واحد ركب القطار ويا الناس، واحد راكب البايسيكل وده يروح الى القصر او الى مقر الرئاسه، فهي اكو هوايه امثله عن 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 المسؤولين الاوروبيين. لكن المشكله انه المسؤولين العراقيين او ما يسمون بمسؤولين فاقوا كل وصف. يعني انا اريد اسال اي واحد موكب ب 20 و30 سياره شنو؟ منو انت؟ ومن شنو خايف؟ والسؤال الاهم، لهالدرجه تعرف انه انت ما عندك قاعده شعبيه وخايف على نفسك لدرجة حاط لك 30 و40 سيارة، وتعرف إذا بس إنشالاً ذن الحمايات الشعب راح يقطعك. أبو علي من الديوانية، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الكريم، هل يستوي اللي يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما لسوا مثلهم أحسن. نعم. هذا لا يعلمون، إحنا ما لسوا مثلهم. نعم. الإمام علي عليه السلام يقول خوفكم من البطون جاعت ثم شبعت، فلا تخافون من البطون شبعت ثم جاعت. نعم. أنا ليس لاطق بأهل الديوانية على مود جباية كهرباء، هي الديوانية مليون ونص هي اللي تطلع الطالب عشائر بها وكل شيء بها، لا هي غمات عليها 700 دعوة قضائية يردونهم مسجدين على مود الكهرباء كلها 7 ملايين و10 ملايين. No. لا شدنا الوزير، لا شدنا شفنا، ماكو. هاي الدولة، الدولة أصنام والله، حتى لو صنم كان سجار. نعم. هسا ما أريد مثلهم، مثل ما حاطين وزارة النزاهة يعطونها فلوس، حيعطونا وزارة نطلع أي دولة تستقبلنا خلينا نطلع بيها. نعم. ليش احنا في الآن احنا مغمات شدت كلها للنجف؟ يعني حكومة النجف تفرق عن حكومة الديوانية؟ حكومة لطيفة تجي حكومة الديوانية وحشية. أنا ناشد الحكومة، ناشد وزير رئيس وزراء، ناشد وزير الكهرباء. نعم. لك حلم بيها لو ما لك حلم بيها لو هذا التصرفات موظفينك الفاسدين. نعم نعم. لا أكثر ولا أقل، اطلع بالتلفزيون قول يا أبا هيك شيء الكهرباء. نعم. ماكو عليكم دعاوى هيك شيء، يعني 700 دعوة كل واحد عمره 70 سنة يطلب له السجين. وكم الله ظلم صدام ما سواها، هاي ظلم صدام وكفره ما سوى اللي سويته انتم نهائيا، قطره في بحر. نعم نعم نعم. انا ما اتذكر شو اسمه. اي والله. نعم. شكرا، شكرا لك ابو علي. ساهم ارتفاع اسعار السلع الاساسيه وراء انخفاض قيمه الدينار امام الدولار بتفاقم موجه من الغضب الشعبيه، خصوصا فقدان ماده الطحين اللي انقطع توزيعها على المواطن ضمن مفردات البطاقه التموينيه من 3 اشهر واكثر. وصل سعر كيس الطحين تقريبا 60,000 دينار حسب ما ذكروا مواطنين اللي يشتغلون ببيع المواد الغذائية، نبهوا للأسباب الحقيقية اللي تؤدي بارتفاع أسعار الطحين إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، ومن بينها أن الشاحنات اللي تنقل مادة الطحين من خارج العراق إلى داخل العراق تفرض عليها رسوم فحص توصل إلى 160,000 دينار، أجور ضريبية بنفس المبلغ. وأكدوا أنه التجار يحملون هاي المبالغ على قيمة مادة الطحين، وبالضرورة يرتفع سعرها على الموزع وعلى تاجر التجزئة اللي بدورهم دا يصعدون سعر مادة الطحين على المواطن، وما حد راح يتأثر غير منه، غير الفقير.
خلونا نسمع سوية مناشدة من أهالي قضاء الوركاء بمحافظة المثنى بخصوص مادة الطحين اللي ما وصلت للقضاء من 3 أشهر وأكثر. هسه الموظف قاعد يشتري بس المثل ومثل غير الشيء يجيب لأطفالي، أنا عندي 7 شو أكلهم؟ ما تقول لي شو أكلهم شو أعطيهم؟ نشكي بس لله، الله وكيلك، نشكي بس لله. يعني والله واحد يعجز اللسان ايش يحكي وياكم؟ يعجز اللسان. عم ما تردون شيء غير الطحينه؟ عم كل شيء واري. هي بس الطحينه. بس الطحينه عاد 6 أولادني. 6 أشهر وسبعة أشهر. لا شغل. هسه عم ماري. لا اريد رفاهه ولا اريد شو اسمه. ابو العباس كل شيء ماكو، طق القمصله هاي، بس القمصله هاي على جسمي. ما عندك ما عملك ولا ربع، لا رعايه ولا راتب. كل شيء ماكو. حين كل 3 أشهر 7 نفار شطون يعطوني كيس و13 كيلو، تظل 3 أشهر. الناس تقول أن انتظام توزيع مواد البطاقة التموينية يحافظ على استقرار السعر بالسوق، ودورات يساعد هذا الشيء على تخفيض السعر مثل ما صار ويا مادة التمن الرز. توزيع هاي المادة بالبطاقة التموينية كل شهر على الرغم من رداءة النوعية ساهم أن يتم الحفاظ على سعره وانخفاضه في بعض الأحيان في الأسواق اللي موجودة بالعراق. بوقت مادة الطحين توزعت بواقع 6 حصص من مجموع 12 حصة سنوياً، يعني نص الكمية هو اللي رفع سعر كيس الطحين إلى مستويات قياسية في بعض الأحيان. المواطن العراقي والما عنده خصوصاً النازح وأبو الرعاية والعاطل عن العمل دولة ما يقدرون يشترون هاي المادة. خلونا نشوف مناشدة متعلقة بتأخير توزيع مادة الطحين ضمن مواد الحصة التموينية. يعني هاي الرسالة نتمنى توصل إلى وزير التجارة وإلى رئيس الوزراء، بأن الطحين خصوص الطحين نتمنى من عنده أن كل شهر يسدد إلى الوكلاء. والشغلة الثانية، قبل فترة أطوا تقريبا الطحين مال شهر السابع، وصحيح مال الوجبة السابعة، زين الباقيات وين؟ الثامن والتاسع والعاشر و11 و12 خلصت. هاي شو أسوي بيها؟ راح أسوي بيها جرد، بعد كم يوم راح يصير جرد سنوي، والباقيات الخمسة اللقفين. وين المسؤولين؟ أنت يا محمد الشاع السوداني، عمي محمد الشاع السوداني، شوف هاي الحرام البوق النهب اللي موجود. وجه رسالة لمن؟ لأبو الله لا يوفقني، ويريد الله يوفقه. الناس لما سمعت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فضل الباهلي يقول تريليونات مخصصة للطحين المفصص والتمن اللي ما ينوكل. وأبو فاطمة الجياش تقول بلد تحكم عصابات ولصوص، لا ترجو منهم خيرا. علي أبو سيف الكناني يقول أي مو خطية ما عندهم فلوس، قانون الخمط والدعم الغذائي نهبة وفلوسة وتقاسموهن الأحزاب الفاسدة وزعاماتهم الكلاوتشية. وأبو حسين جابر يقول الله يساعد الفقير، حسبي الله ونعم الوكيل، مفوضين أو مفوضين أمرنا لله. كانت هاي تعليقات الناس حول قضية تأخير توزيع بطاقات مفردات البطاقة التموينية عفواً، أو ارتفاع سعرها بسبب تأخير توزيعها. أبو أنور من صلاح الدين حياك الله. أهلا. أهلا بيك. أهلا حبيبي. يا هلا وسهلا. أهلا حبيبي، احنا من صلاح الدين بالنسبة للطحين. نعم. من الشهر اللي صلنا على السنة كلها خلصت استلمنا بس 4 مرات. نعم. زين، يعني مو 6، 4 مرات، زين. أربع مرات سلكت، والأربع مرات طحين قالوا والله قلبة تريلات برا على الجزيرة يا مشاكو مهربين وش مسوين بيه. نعم. يعني ما نعرف هذا الطحين بهدلنا، بس للحق والله احنا حيل الله بينا، ننتخبهم يروحون يديرون ظهورنا، ظهورهم يخلونا ويصيرون مع أحزاب أخرى. نعم. عمي كلهم حرامية وفاسدين. نعم. يا عمي والله عزيز تبهدلنا، اللي عنده 24 نفر وما عنده راتب وما عنده وين يروح، وين يروح. نعم.
والله يا اخي ما ادري والله العظيم ما دخنا ننتخبهم وصد الظهر وراح سكر لي احزاب مع الحراميه يعني كل حراميه اللي الانسان اللي ننتخبه مو على اساس يمثلنا مو هو يقدم لنا مو هو يركض قدامنا يا عمي والله العظيم اتبهدلنا ابو انور سؤال ابو انور سؤال هلا ب 19 سنه اللي قبله واللي على اساس انتخبوه محافظه صلاح الدين بالتحديد شنو اللي قدمه محافظه صلاح الدين حتى هذا يقدمها شلون يعني نواب محافظه صلاح الدين الحاليين اكو سابقا كانوا نواب وطلعوا وهمين الناس انتخبوهم ذولاك طلعوا وش قدموا للمحافظه يا عمي بعدين قدمت صلاه صدري احنا هالساعه 300 عائلة بمشروع استرسال حتى الآن ما هتجرين لا نشوف مساعداتك ولا يقول لها أشتك أقدم طلبات أول محافظ وثاني محافظ والمحافظ المستعقبين ورا بعض يا أبي معود رجعونا على المقالب هل أقدر رجعكم إيش رأيك بيوتنا نهدد 300 بيت منايات قاطين قاطين استرسال من شئة المسنة حبيبي هدوه واخر شي قبل يفكون الحديد ويأخذونه الساعة الثالثة بيوز مستمسكات جوال بيوز ما حدا إنسان يضحك علينا ولا حد يقول لنا ارجعوا رجعانكم ولا كذا عايشين عمي والله العظيم ترزلنا هذا بلد هذا بلد هذا حرامية هذولا كل من ننتخبه بس والله حيل الله بينا أهل الماضي نعم ننتخب إياه هذولا ننتخب حرامية كلهم حرامية شكرا عمي شكرا لك أبو أنور برنامج تابعوا عائلات أرجو أنه نبتعد عن هذه الألفاظ شكرا لك وراء مرور شهرين على تسلم مقاليد السلطة ومنح الثقة بالبرلمان أثارت حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران بقيادة محمد الشياع السوداني هواية من علامات الاستفهام فبالوقت اللي يعتقد به متابعين أنه راح تمثل منصة تبدي ربيع جديد للميليشيات الولائية الشيء اللي راح يساعد على تسارع وتيرة هيمنتها على كل شيء بالعراق يعني أنه الميليشيات راح تزيد من نفوذها بشكل أكبر وأكبر من الوضع الحالي بالعراق رغم أنه هي المسيطرة الطرف الثاني يقول لا هاي الميليشيات تسيطر ومن سنوات هواية على أغلب مفاصل النظام بالبلد هي اللي تتحكم بهاي الحكومة عبر وزراء ينتمون أصلاً إلى ميليشيات وأحزابها الفاسدة حول هذا الموضوع حتى تعرفون تفاصيل أكثر حول هاي القضية قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين سوالنا هذا التقرير والإنفوغرافيك اللي أعده عن الأيديولوجية للأحزاب والميليشيات خلونا نشوف ما يعني عمودنا الفقري ثقافيا وعقائديا هو ولاية الفقيه عبد اليمين كان تبي انت خطا باص هناك تدري ولا لا جايين شي خطا يصير على كبره على اساس قائد فرقه 12 اكو واحد اخر هم اسمه عبد اليمين فطلع اسم ذاك عبد الامير وهذا عبد الامير محمد تميم وزير التربيه السابق اللي اصبح وزير تربيه من 2010 لحد 2014 حكومه المالك الثاني فلج 700 مدرسه بالمحافظات العراقيه يدخل يسبح 4 مرات باليوم شنو بط يعني هذه
6 مليار شراء ثلج. يعني ارقام انا كنت يعني تعرف الوزير اللي قبلي كان تلاحظون مشاهدينا الكرام المستوى الضحل للوزراء والكابينة الحكومية لأي حكومة جت حكومة العراق من 2003 لحدسة. واحد يقول لك المجاري تطفح لأنه الدنيا من تمطر الدنيا دا يصير فيضان لأن أكو صخرة سميت بصخرة عبعوب واللي من سألوه قالوا ليش وقت يصير بغداد مثل دبي، مع الأسف لأنه الإمارات بالسبعينات كانت تتمنى تصير مثل بغداد، على كل قال عليها زرق ورق. الأخ يقول لك شنو العراقي يصبح 4 مرات باليوم بطة؟ لا أصبح 10 مرات، أنت شلك علاقة؟ أنت كوزير موارد مائية أنت توفر المي، أكو لا تنسى نهرين جفن بسبب قطع دول الجوار الأنهر عن العراق وتحويل مسارها. شو ذني ناسيهن؟ لو يجيك واحد ثاني ويحكي وياك، وأحلى شيء لما يطلع المالك يقولون والله قائد العمليات عبد الأمير تعين وقاعد يحط حجر أساس، بس أرد أسأل سؤال المشروع كمل لو كذب؟ والله كان أكو غير عبد الأمير، هذاك هم يتشابه أسماءه يا عبد الأمير الشمري، هذا عبد الأمير الشمري وهذا عبد الأمير الشمري، هذا لازم يصير قائد عمليات، بس هذا صار لأن تشابه أسماء، ومع الأسف بالغلط هذا صار وزير داخلية. شلون بقى بمنصبه بالغلط ما حد يعرف، إيش قد نطه ما حد يدري. وزير تعليم يتعين يروح يذب طلقات ويضربون طلقات بباب بيته وبيها راجمة. هاي الأخطاء إيش وقت نخلص من أدها؟ بيدك يا المواطن. تذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي بالعراق أمام الدينار العراقي أثر بشكل سلبي على الحركة التجارية والطبقة الفقيرة بالذات، لأنه خلنا نحكي شغلة على السريع، كان الدولار تقريبا 120 الى 125 الف دينار. جت حكومه مصطفى الكاظمي قالت لا عندنا عجز، فلهالسبب راح نخفض قيمه الدينار، نسوي الدولار 145 و 146 الف دينار. هسه وصلت ل 165 166 الف دينار. بوقت بحكومه الاطار التنسيقي اللي راسها محمد الشياع السوداني قالوا احنا الرجعه، وراها طلع محمد الشياع وقال احنا ما لنا علاقه، قرار البنك المركزي هو الصح. هذا الشيء أثر بشكل كبير على المواطن، وسعر الصرف أذى المواطن الفقير بالذات، لأنه الأسواق بالعراق بها ركود، ركود اقتصادي، ركود حركة بيع، ركود في كل شيء، بوسط مطالبات أن يتم تخفيض سعر الصرف وإعادته إلى وضع الحقيقي. مدونون اشتكوا من رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي اللي أدى على تأثير على حركة البيع والشراء وأصاب الأسواق بركود، وطالبوا باتخاذ الخطوات اللازمة بإجراءات سريعة للحد من التدهور بسعر الدينار، وحذروا آخرين من التبعات الخطيرة لاستمرار الانخفاض بقيمة الدينار على المواطن العراقي. ولهذا السبب كان أكو هاشتاغ تصدر ترند العراق اليوم، وهو هاشتاغ ثورة الجياع. أول تغريدة اختاريناها لكم من منصة تويتر غردها مصطفى النمر، يقول ارتفاع سعر الدولار هو استهداف للسلم المجتمعي واستهانة بحق المواطن الذي من الواجب أن يحظى بكرامة العيش الرغيد، هاشتاغ ثورة الجياع. أما علي حسين يقول اتقوا الحليم إذا غضب، والفقير إذا فقد قوته، والمحتاج إذا وصل إلى حالة الفقر فسيفعل كل شيء ولا حيث مندم، هاشتاغ ثورة الجياع. حكيم طالب يقول ارتفاع سعر الدولار هو استهداف للسلم المجتمعي واستهانة بحق المواطن الذي من الواجب أن يحظى بكرامة العيش الرغيد. ومصطفى الشجيري يقول لن تتوقف مطالبنا بخفض سعر الدولار حتى يعود إلى نصابه، فهو مطلب ضروري لديمومة الحياة، هاشتاغ ثورة الجياع. مشاهدينا الكرام كانت هذه التغريدات حول
هاشتاغ تصدر ترند العراق وهو ثورة الجياع بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي. مشاهدينا الكرام، أوجه رسالة أخيرة إلى كل من يعتبر نفسه مسؤول، وروح دور بالكتب وبالمصادر شنو معنات مسؤول، شنو معنات أنه أنت تلزم منصب. معناتها أكو يوم راح تسأل بي على كل يوم أنت قعدت بي بهذا المنصب، وراح تسأل على رعيتك همينة، وراح تسأل أنت شون مشيت أمورهم. بلكت شوية تحسون بهذا المواطن، وتحسون بالفقير اللي دا يتعب يوم ورا يوم، وهموم المواطنين دا تزيد. وأكو رسالة بالتغريدات قالت احذروا غضب الحليم، واحذروا ثورة الجوعان. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم انتهى، نلتقيكم على خير إن شاء الله بالبرنامج بحلقات أخرى. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. في أمان الله.